نحن ما عرفنا أن الإمامة تكون بالشورى حتى نذهب إلى الشورى. فأين الدليل على الشورى؟ نحن فتحنا كتاب الله، كل الإمامة بالجعل الإلهي، كل الخلافة بالجعل الإلهي، وربك يخلق ما يشاء ويختار، الله هو الذي يخلق هو الذي يختار. شكرا. ما كان لهم خيارة من أمرهم. شيخ خالد تفضل. جميل. إذا هو يقول لو كان هذا الحاكم للناس لا مشكلة عندنا. جميل جدا. يعني بمعنى أن الناس لو نصبوا شخصا واختاروه ليدير شؤونهم من الشؤون المتعلقة بالدين والدنيا، ما في مشكلة عندك؟ إيه، بس ما تكون إمامة شرعية. لا أنا كيف ما تكون إمامة شرعية؟ بمعنى إيش؟ يعني لا يوجد دليل لا من كتاب الله ولا من النبي أنه نص عليه. أنا ليست شرعية. الآن أنا أسألك سؤال، سأعود إليك إلى مسألة، هل لديكم من يحكمكم في عصر الغيبة أم لا؟ تفضل. معنى أنه إمامته ليست شرعية، يعني مو واجب الطاعة. بمعنى أن عندكم المعصوم قال لكم ارجعوا للعلماء، هل الآن أنتم العلماء يختارون شخص يحكمهم؟ نفس السؤال. أنا هذا السؤال، كيف يتم تنصيب الحاكم في عصر الغيبة؟ إيه مو الإمام، الإمام أرجعنا إلى الفقهاء، فالرجوع إليه رجوع شرعي. أنت ما عندك رجوع الفقهاء يا رجل، يا رجل ليش أنت لازم تصر أرجعنا إلى الفقهاء؟ أنا ما سألتك أرجعك ما أرجعك، سؤال كيف يتم اختيار الرئيس من الفقهاء، هذا هو السؤال. إيه حسب الشروط التي وضعها الإمام. أنا أسألك هل عين زيدا من الناس يحكم ولا الناس هم الذين عينوا زيد؟ إيه الناس، الإمام جعل شروط فنرجع بناء على الشروط نختار. لا تتكلم عن الشروط التي تنطبق على أكثر من شخص، أنا سؤالي عن الشخص المعين. ليش تلف وتدور لف تدور الشخص المعين الذي سيمارس السلطة، هل هذا معين شرعا ولا من الناس؟ معين شرعا بناء على الشروط إذا انطبقت به. يا رجل معين شرعا، أتحداك أن تعطيني نصا من القرآن أو من السنة أو من معصوم حدد أشخاصا بأعيانهم بأسمائهم يحكمون. وضع لنا قاعدة عامة إذا انطبقت على الشروط ترجعون إليه. تنطبق على الأشخاص بأعيانهم ولا تنطبق على أكثر من شخص؟ تنطبق على شخص واحد حسب تكليفه ترجع إليه. أنا أتحداك الآن في عصر الغيبة تقول لي هل الإمام عين أشخاصا بأعيانهم؟ عزيزي قال ارجعوا إلى الأعلم، فهذا الأعلم يعني هو المعين. الأعلم اليوم قد يموت ويأتي واحد ثاني، هذا الثاني الآن كيف سننصبه الآن؟ الآن كيف نختار؟ هل ما يكون أعلم إلا شخص واحد؟ من الذي يحدد الأعلم؟ أنت تقول صادق الشيرازي أعلم، أصحاب السيستاني يقولون السيستاني أعلم، أصحاب خامنئي يقولون خامنئي أعلم، أصحاب الحكيم يقولون الحكيم أعلم، أصحاب الصدر يقولون الصدر أعلم. الآن السؤال أنتم تختلفون. الآن من الذي سيحدد؟ كل من يعمل التكليفة. الآن هل في العصر الغيبة أنتم متوزعون كل واحد يحكم في جهة ولا عندكم حاكم واحد؟ كل واحد يعمل بتكليفة، ما عندي مشكلة. ما في حاكم، قل لي ما في حاكم يحكم في عصر الغيبة، قل لي هكذا. طيب. لا. تفضل يا أستاذ زركوش، اشرح للجمهور هذه المسألة. الإسلام الشيعي. شكرا يا شيخ. نظام للحكم في مسألة في عصر الغيبة ونسيها المسألة وتركها هذا المنثورة. تفضل.